انا عشان افتح البرنامج اول حاجه بدوس على مفتاح بروجرام والسماعه محطوطه من غير ما ارفع سماعه ولا اي حاجه، هلاقي الشاشه كتبت قدامي بروجرام نمبر عايز يدخل برقم البرنامج. طبعا لازم احط الاول نجمه مربع، مرضيش طبعا لان الجاك محطوط في العده رقم 8، والعده اللي بتعمل برنامج السنترال هي العده الاولى، فلازم يبقى ده متوصل هنا عشان اقدر افتح البرنامج. هدوس على البروجرام نجمه مربع، هيسالني انتر باسورد، دخل الرقم السري الديفولت بتاع السنترال 1 2 3 4، هيكتب لي سيستم بروجرام نمبر رقم خطوه البرنامج، رقم خطوات البرنامج في السنترالات الباناسونيك من التسعينات بيبدأ دايما بتلاتة زيرو للطايم، يعني لو عملت زيرو 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 لازم يفتح لي على الديت والتايم سيت. طيب انا لما عملت من الاول دوسنا على بروجرام وبعدين نجمة مربع، سألني على الرقم السري 1 2 3 4 وطلب مني رقم خطوة البرنامج، رقم خطوة البرنامج بتاعت الديت والتايم التاريخ والساعة هي 3 0، ففعلا كتب لي 3 0 ده انا حطيتها، وكتب لي تحتها ديت اند تايم سيت يعني ظبط التاريخ والساعة. طب انا لو استخدمت المفتاح ده وضغطت عليه مثلا فوق جاب لي 911، دي اخر خطوه في البرنامج، لتحت طبعا عند 00 ضغطت عليه خطوه 001 وبيكتب لي هي بتاعت ايه، سبيد دايل نمبر، رقم الطلب السريع، لان ممكن اخزن على السنترال ده 1000 رقم اطلبهم بكود. بعد كده الخطوه الثانيه هجيبها مجرد ما بضغط على السهم تحت، فكتب لي اسم الخطوة ايه. في اي وقت عايز اخرج من الخطوة اللي انا فيها اعمل exit، خرجت رجعت تاني سألني system program number، فهعمل 000 عشان اظبط date and time set. خلاص انا موافق انه هشتغل في ضبط الوقت والتاريخ، ادوس enter، يا هنا يا هنا، هنا عندي برضو enter، فانا لو دوستها هنا زي ما هدوس هنا بالظبط